والمواقع وحكي هواي على مجموعه من الاسماء. سمعنا بفوساتي وسمعنا بفلوريس وسمعنا زيكو يرجع وسمعنا ببرين شوستر، يعني فعلا اكو هالطرح بالك اكو اسماء. هذا الموضوع شويه شاغلنا وشاغل الجمهور، اكو اسماء فعلا تم الحديث عنها خلال هاليومين. هي مو يومين حقيقه، احنا عندنا فتره حوالي نقدر نقول يعني اكثر من 10 ايام عندنا فتره، لانه الان دوري عندك يعني ما راح يسوي شيء، لكن احنا قلنا على الاقل نجي من وقت حتى يتفرج دوري يشوف دوري يعني. زين. يعني هاي الفرصه اللي عنده، وبالتالي يعني ليش دا اقول يجب ان يكون هناك بعض المدربين المساعدين موجودين. هاي النقطه الاساسيه، لكن بصوره عامه خلي احنا نتكلم حتى الشارع حتى حضرتك يعني. يعني احنا خلي نكون واقعيين، احنا المدرب الاجنبي اذا اجى جيد، يعني احنا كنا مخلين ببالنا مدرب اليمن. نعم. ومدرب جيد جدا هو حقيقه مدرب اليمن، لكن ما وافق يعني اتصلوا به ما وافق. نفس الشيء مدرب اخر اتصلوا به هم انا ما وافق. من واي مدرب؟ نحاول جدم كان او الاتحاد. اي مدرب الثاني غير مدرب اليمن؟ يجي اليمن مدربه هو تشيكي حقيقه. اعرف اعرف. امكانيه كبيره جدا. لا والثاني اللي قلت عليه. اي فهذا ما صار. الثاني بورا على اساس، لكن هو اعتذر بورا قال اني بعد ما ادرب وانتهت المساله. فراحت من عندنا، هذول اثنين مدربين راحوا من عندنا، وبالتالي ندور انا على مدربين اخرين. واتحاد كره القدم حقيقه جاد باللجنه خلاها انه لازم يلقي خلال اسبوع مدرب، لكن على شرط مو اي مدرب، يعني مدرب يفيد العراق، يعني مدرب لا انا اريده بشكل ما يجي غوارديولا او غيره، لا انا اريد مدرب يفيد منتخب العراق، يكون على مستوى انه يفيدنا بالضبط. وانا اتصور ورايي اني من دول الشرقيه يكون افضل، من اوروبا الشرقيه يكون افضل للعراق، لانه نجحوا اكثر ونجحوا مع الفريق العراقي. لكن اظلهم اقول بنفس الوقت اذا ما لقينا مدرب اجنبي، يعني عندنا ايضا حل للمدرب المحلي، وعندنا اسماء اثنين ثلاث اسماء موجوده، وصور هم حتى الاتحاد موافقين عليها. يعني ممكن ما نلقى مدرب اجنبي ونرجع للمدرب المحلي، وبالتالي احنا ضيعنا 10 ايام من التحضير. لا 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 ماكو تحضير عندك، انت ما عندك تحضير، عندك دوري هسه. زين. اي تحضير ما عندك، عندك من هالاسبوعين دوري. نعم. يعني هاي الفتره اللي نتكلم عليها قلنا يجي حتى يتفرج بالدوري لا اكثر، لكن المدرب محلي يعرف اللاعبين كلهم، صح ولا لا؟ طبعا. فما عندك ضياع ابدا، يعني راح تيجي راسا معسكر عنده، وعندنا خمس مباريات وديه ثبتناها انتهت. عندك خمس مباريات وديه موجوده في البرنامج مالتك. كافيه دكتور. مع تدريب ومعسكرات. كافيه دكتور للمدرب الجديد الاجنبي اذا 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 تم التعاقد معاه ان شاء الله. كافي برايك هاي الفتره على الاقل للظهور بمستوى جيد في امم اسيا؟ احنا يمكن حلم اللقب شويه صعب علينا مع هذه الظروف. صعبه، انا تقول لك لقب اسيوي اقول لك صعبه، مو سهله، صعبه جدا. صعبه جدا. لكن انا اقول لك على الاقل نظهر بالمظهر الصحيح، على الاقل نخلي الفريق على الطريق الصحيح، على الاقل نسوي فريق للمستقبل، على الاقل نقول عندنا منتخب عراق وطني بصوره جيده. انت كلجنه منتخبات كلكم متفقين على انه المدرب يكون من شرق اوروبا افضل لنا من غربها، يعني ماكم بالكم اسماء محدده كانت تعمل بالخليج قريبه من كره الشرق الاوسط، يعني قريبه من الكره الخليجيه، بالتالي يكون شويه يعني التفاهم اسهل مع مدرب سبق عمل سابقا بالمنطقه. صحيح، تعرف انت عندنا مشكله احنا حقيقه بالعراق. نعم. وتعرف كل زين انت المشكلة هي الأمن، يعني مرات مدربين جيدين جدا لكن يقول لك ما اجي العراق. نعم. وهي واقع خلينا نقولها احنا كل أكيد. يعني. أكيد. هذا المشكلة عندنا احنا أمامنا يعني موجودة، يعني من لما تكلم مدربين يقول لك ها العراق أنا ما اجي، يعني بينما من الدول أوروبا الشرقية قسم من عندهم يجون. إذا تعطي راتب زين يجي، حقيقة أنا أتصور يجي. زين إذا أوروبا الشرقية السي في ماله يعني مو ملائم لنا، يعني بالتأكيد احنا ما نفكر الآن في أمم آسيا. احنا بعد اللي صار بالخليجي يعني مع الاسف صارت امم اسيا لنا بالخساره مثل ما نقول، بدنا نفكر بكاس العالم، التفكير مع مدرب يعني اوروبي شرقي يصل الى كاس العالم يقدر يوصلنا الى هذه البطوله المهمه. هوايه مدربين اوروبا الشرقيه وصلوا كاس العالم. نعم. وكانوا منافسين كاس العالم ونعرفهم كلهم، يعني كثيرين. نعم. جدا من احسن المدربين في اوروبا هم مدربين اوروبا الشرقيه، تشيك، الصرب، اليوغوسلاف، احسن مدربين عالم هم موجودين عندهم.
يخاف يطلع لنا مثل المدرب اللي جبناه قبل فتره الصربي ولعبنا ويا اريتريا والله حتى اسمه طار من بالي. يعني كان الاختيار شويه بالضبط. في يومها غير دقيق. صحيح انا وياك مرات الاختيارات ما تناسب مرات، لكن انت تحاول جد امكانك تختار الصحيح. يعني انا ما اقول لك راح نجيب واحد 100% يصير، يعني اتحاد كره القدم يحاول جهد امكانه وحتى همينه طلب من وزاره من وزير الشباب انه الدعم المالي، لانه نعرف احنا اذا جبنا مدرب جيد لازم عنده يعني دعم مالي جيد حتى يجينا، صح لو لا؟ صحيح فعلا. ما يجينا مدرب يشتغلنا ب 100,000 200,000 ما يجي، صح لو لا؟ صحيح. فاذا ارادنا دعم مالي جيد، ولهذا طلب الاتحاد من وزير الشباب، ووزير الشباب قال انا حاضر، شتي تدون احنا حاضرين. طيب دكتور اتمنى تبقى معنا حضرتك. السيد فالح موسى رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، المشرف على المنتخبات الوطنية ورئيس هذه اللجنة طبعا، تحدث لنا بعد قرار إقالة السيد حكيم شاكر، نسمع اللقاء وبعدها نرجع للدكتور جمال صالح. اجتماع اليوم مخصص اصلا لمناقشه تداعيات مشاركه المنتخب في بطولة الخليج، وهل انه تبقى على الكادر التدريبي هناك تغيير؟ حقيقه صار يعني القرار انه تغيير الكادر التدريبي والبحث عن كادر تدريبي اجنبي. انطرحت الخيارات المحليه بالتاكيد، لكن الخيار الاول كان حضور المدرب الاجنبي في هذا الظرف المهم. لذلك يعني احنا ان شاء الله شكلنا لجنه لهذا الغرض برئاسه رئيس الاتحاد والاخوان النواب واعضاء لجنه المنتخبات وعضو اللجنه الفنيه، رئيس اللجنه الفنيه. راح يصير عندنا لقاء يوم الاثنين القادم مع معالي وزير الشباب والرياضه لمدى دعم الدوله لاتجاه اتجاهات الاتحاد في توفير المبلغ المالي اللي ممكن انه نستقطب مدرب على مستوى عالي. نعم، الحديث عن بورا المدرب الصربي اللي بيقاد المنتخب في كاس القارات، هل هذا صحيح؟ يعني احنا صار نقاش في هذا الموضوع، لكن ما صار يعني اجماع باتجاه هذا المدرب. الان احنا كل الاحتمالات مطروحه، اللي يهمنا الان وصول السير الذاتيه للمدربين، وبالتاكيد يعني سنختار من هو الاكفل لتدريب المنتخب الوطني. دكتور جمال، يعني بعد اللي صار حقيقة بالخليج الكل تشائم وقال انه يعني كرة القدم العراقية، يمكن حتى الكابتن اكرم سلمان كان موجود معانا بالتحليل لمباريات الخليج، سألته قلت له الايام الكرة العراقية الجاية ايام سودة لو بيضة، قال لا سودة. مع تغيير حكيم شاكر تبيض هذه الايام، ممكن نشوف مستقبل شوية افضل لقادم كرة القدم العراقية. المشكلة اللي كانت في وقت الكابتن حكيم كانت تقريبا فردية أكثر مما هي، يعني كان هو يعمل كل شيء. يعني الآن اختلفت المسألة، الآن يعني لجنة المنتخبات على عاتقها البرنامج، على عاتقها كيف تنسق، على عاتقها المباراة الودية، على عاتقها كثير من الأشياء، على عاتقها كيف تعمل مع المساعدين، ايضا بنفس الوقت الان تحضير للاعبين الموجودين، قسم اللاعبين حقيقه ما كانوا مع المنتخب، الان راح نحاول جد كان انه نرجعهم للمنتخب حتى يكون المدرب على الاقل عنده لاعبين، يعني اكثر من 50 لاعب حتى يقدر يشوف الكل. انا اتصور الان تختلف المساله، وعندنا كل القضايا حقيقه ندرسها دراسه مستفيضه، مناقشه مستفيضه، ومناقشة تقريبا ديمقراطية. نعم. وعندنا بالأخير فوت عليها، وتعرف يعني كل اللي قاعدين بالهذا كلهم مدربين، أكثرهم مدربين ودربوا. نعم. منتخبات وطنية، فعندهم إمكانية أنه يقدرون يحللون، يقدرون يساعدون مدرب المنتخب. طيب أنت تشوف أنه يعني مع انتهاء هذه المرحلة، أنه إحنا يعني الآن بدت عندنا قناعات وثقافات بأنه نتعلم من دروس الماضي، الاتحاد صار يتعلم من الدروس اختياراته وقناعاته وقراراته. أنت كخبير بكرة القدم العراقية وصاحب يعني جولة بكرة القدم العراقية، تشوف الآن تغيرت الثقافة، أصبح الاتحاد قادر على المناقشة، على أنه يأخذ برأي الآخرين، عندنا ثقافة تبادل تقبل الآخر، هذه مسائل مهمة يعني تصحح كثير من أخطائنا ومساراتنا. صحيح، أنا وياك، أنا أصور الاتحاد وأبسط شيء وأحسن شيء سوى الاتحاد أنه أخذ توصيات لجنة المنتخبات، هي اللجنة تقريبا الفنية أكثر من الاتحاد، يعني
بالاتحاد يمكن اكو بشرار حيدر هو لاعب كان صحيح ولا لا، لكن البقيه يعني الاخوه كلهم اداريين، اداريين على مستوى جيد حقيقه كاداريين، لكن فنيا قالوا ما حد يعمل هاي الشغله الا لجنه المنتخبات وكانت على عاتقنا هاي، وبالتالي احنا تقريبا سوينا التوصيات وهم وافقوا على التوصيات. بشكل ما تكلمت سابقا قلت انا اتوقع 90% من اتحاد كره القدم يوافق على توصيات لجنه المنتخبات. يعني صارت يعني الاتحاد بالطريق الصحيح لكي يعني نحاول انه ننهض بكره القدم العراقيه. احنا بدنا نحكي على المستقبل، كلامك مهم ويطمننا اذا نسمع من عندك كلام ياكد لنا انه يعني الخطوات ولو هي بطيئه لكن التقدم موجود. بالضبط، انا اقول لك هوايه قضايا كثيره احنا طبعا هي حقيقه ما طلعت لانه اكو توصيات اخرى احنا طبعا تكلمنا وكتبناها بهذا، لكن بقوها الان هاي التوصيات يعني على منتخبات الناشئين والشباب والاولمبي والاشبال كلها تكلمنا عليها وكيف تكون، ومع مرور الزمن نقطع الطريق امام التزوير. احنا هذا المشكله الكبيره اللي نعانيها الان في الوقت الحاضر، انه التزوير بالمنتخبات عندنا، وهاي مشكله يجب دراستها دراسه مستفيضه. شوف الاتحاد جاد بهاي المساله دكتور، تشوف الاتحاد جاد بمساله حل مشكله التزوير 100% جاد، وهو اول واحد من تكلمنا بهذا الموضوع قال انا احنا وياكم وانتم وصوا واحنا نقرر هذه التوصيات. لانه تعرف انت اللاعبين عمر 16 و15 سنه الموهوبين راحوا وانتهوا لانه ما عندهم فرصه يلعبون فعلا، وبالتالي الاكبر ما عندهم يعني اذا يلعب مكان ال 16 20 سنه، مكان 20 سنه دي يلعب 26 سنه وهكذا. اذا المواهب دموتها احنا، انا اتصور الاتحاد جاد بيها واحنا ندرسها دراسه مستفيضه، وان شاء الله يراد لنا وقت. ما انا اقول لك مو بيوم وليله احنا نغير كل شيء، لا أكيد. يراد لنا وقت طويل جدا حتى نغير هاي الاشياء. طيب دكتور جمال صالح، انا اشكرك الشكر الجزيل، شرفتني ونورتني هوايه باللاعب 12 وبالشرقيه، بالتاكيد تواجدك معنا وبرايك الخبير مهم جدا وحضورك ويانا، شكرا لوقتك، شكرا لتواجدك ويانا بحلقه اليوم. بالتاكيد استمعنا لراي الدكتور جمال صالح عضو لجنه المنتخبات والتوصيات والتقارير وتابعنا كلامه، وبالتاكيد يعني اعطانا يعني فسحه من الضوء انه القادم يكون افضل لكره القدم العراقيه. اصدقائي حلقه اليوم تنتهي، ان شاء الله بكره بنفس الموعد وحديث عن نفس الموضوع، وان شاء الله غدا راح يكون ضيفنا نجم الكره العراقيه لاعب القرن الكابتن احمد راضي اللي راح يشرفنا للحديث عن موضوع الشغل الشاغل للرياضه العراقيه كره القدم العراقيه وقادم المراحل. الى اللقاء.